السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سؤالنا عن قانون قوة الجذب. يقول لكم السؤال: إذا كان البعد بين مركزي الكتلتين 3 متر، اللي هو هنا، هذا هو البعد، ونرمز له بالحرف R أو X اللي تحبونه كما هو موضح في الشكل التالي، وكانت كتلة إحدهما 6 كيلو وكتلة الأخرى 12 كيلو، هذه M1 وهذه M2، كتلة الكرة الأولى وكتلة الكرة الثانية. احسبي قوة الجذب. احنا نعرف انه اي جسمين يبعدان عن بعض مسافة معينة بينهم شيء اسمه قوة الجذب، علما بان ثابت الجذب الكوني هو جي تساوي 6.67 في 10^11. القانون مثل ما انتم شايفين قدامكم هو عبارة ان قوة الجذب تساوي ثابت الجذب الكوني ضرب M1 ضرب M2 على المسافة تربيع. كل اللي علينا انه احنا نتأكد من الوحدات اذا هي عالمية او لا، ونعوضهم بالقانون ونطلع نتيجتهم على طول. جي اللي هي 6، او خليني اكتبها كذا، جي اللي هي 6.67 في 10^11 M1 بالكيلوغرام M2 برضو بالكيلوغرام، فأقول 6 ضرب 12 على R تربيع اللي هي 3 تربيع، طبعا حاطين لي إياها في المتر فمعناته الوحدة كويسة، 3 تربيع اللي هي 3 × 3 = 9، وأحط كل هذه المعطيات في الآلة الحاسبة ويطلع لي الجواب، وأكتب الوحدة نيوتن. يعني الاختبار القانون له درجة، التعويض له درجة، الناتج عليه درجة، والوحدة عليها درجة. بالنسبة لي أنا أتغاضى عن الناتج لأنه ممكن يصير فيه لخبطة حسابات، ما كتبتيها بشكل صح بالآلة الحاسبة، لكن أبداً أبداً ما أتنازل عن الوحدة. هذا كل شيء خص فيديو اليوم، أتمنى أنه أعجبكم. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتشيرون الفيديو مع أصدقائكم.